السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم راشد لعب العربي و محمد. كل مرة أتأخر ليش؟ أوف كان يوم طويل بس شلونك محمد؟ أوكي؟ أنا بخير الحمد لله. أوكي عيدك مبارك. عساكم العايدين راشد، عساكم أنت بعم العايدين. فاليوم راح أتكلم عن شو؟ أتكلم عن علاء الدين على سيجا جينيسيس أو ميجا درايف حسب الجهاز اللي كان عندك. طبعا إذا لحقت على اللعبة أهنيك، أنا وصلت حق عمر ما له داعي، فانت الحين قاعد تصير شيفة يوم بعد يوم. شي يجيب احباط. كلنا قاعد نكبر. عشان زين عمري يرجع 12 مرة ثانية. على العموم. فراشد روح انت اول وانا وراك وذكرياتنا راح نقولها. والله مثل يعني هاللعبة كانت لعبة بلاتفورمينج، وذاك الايام الالعاب البلاتفورمينج نفس ماريو سونيك كانوا يعني تشوفهم وايد. اوكي وطبعا ذاك الايام الافلام الديزني كانوا مشهورين جدا. يعني صحيح. كان عندك العلاء الدين، عندك لاين كينج كانوا مشهورين، وبعد كان في لعبة لاين كينج ان شاء الله نتحكي عنها في حلقة ثانية. بس المهم في لعبة علاء الدين اللي كانت فعلا ان كانت بسيطة جدا، كانت كنت استانس وايد، وكنت اشوف كل الالوان. اتذكر لانه قبل السيجا جينيسيس كنت عندي اتاري طبعا. صحيح. كان الالوان مال اتاري كانت تعبانة. ايه بالضبط. فلما كنت لعبة يعني علاء الدين يعني أظن كانت أول لعبة غير بسونيك 2، ويعني حد انصدمت يعني من مثل ما قلت الألوان، وكانت شيء وايد فعلا. أتذكر كنت بس تأخذ التفاح وترمي التفاح وتروح نط وتسمع الأغاني من الفيلم، يعني كان شفن بالضبط. فهاي كانت ذكرياتي يعني اول ما لعبت الادن. فاولا رجاء هنيك على تكليجة الاولان، هاي كانت صراحة برايسلس. كانت برايسلس ما اقدر اسعرها، خوش تكليجة كانت. فالحين خلينا نرجع حق تكليجاتي عن ذكرياتي. شكلنا احنا تعبانين اليوم. كان يوم تعبان صراحة. عموما اسبوع كان خايس. فعموما خليك من هالاسبوع. فعموما الادن او علاء الدين بالنسبة لي اللعبة كانت خليك من الألوان، خليك من الجيم بلاي، صح كانت فن وكل شيء روعة، لكن كان ضحكنا إيشون كانوا يعكسون العرب إن شلون علاء الدين كان موجود. فأتذكر حتى حزيت أقول يا حتى قبل إحنا ما كنا نلبس شيت، عارف شنو صديري وهاي شنو ذي. كان هذا شيء ضحك، والجمل كان هذا شيء معقدني في اللعبة، عارف كل ما تنط عليه يطلع موزة تفاح، وأنا كنت صغير يعني ما كنت أدري. فاذكر مره من مرات شيت انا رحت ويا ابوي، كانوا ما جايبين الجمال ما يفهم في مهرجان شيء، وبس قاعد ركبت على الجمل وقعدت احاول اناقز، فكنت اتوقع انه بيطلع تفاح. ايوه كنت صغير، كنت انسان غبي انا خشوي. انا يا بعد اتذكر شو اسمه الموسيقى كانت الموسيقى كان يعني كان صدق كانت خاصة اللي هي هاي عقربة ماركت او عقربة ماركت الاول موسيقى او اول ما ادش الثيم اول ما ادش اسمه عقربة ماركت. انا حتى مو راضي انسى الاسم لهالدرجة، شيفان عندي لفترة طويلة. عموما كانت رنت موبايل اللي هي عقربة ماركت. فصق علاء الدين ذكريات مات الناس صق اضحك، يمكن حتى لحد الان هالشي ضحك انه شلون مطورين لجانب يعني مستخسرين يون شوي هني الشرق الأوسط، تشوفون شلون العالم تلبس وثقافتهم شلون من أحسن ما هم برت وصلهم قصص مغلوطة. ما كان في جوجل، بس كانوا يقدرون يأخذون طائرة راشد يجون يسألون، يعني مو لازم كل شيء تبي تحصله من جوجل. صح جوجل سهل عنا شيء، بس كانوا يقدرون مثلا يجون طائرة وتشوفون العالم شلون وثقافتها شلون والناس شلون تفكر. يبيه مسوين لعبة الله هداك راشد باش قد باعه وفلوس ديزني، وديزني ناقصني فلوس، ديزني عندهم فلوس لهني. اوكي هاي كانت الحلقة عن علاء الدين. علاء الدين الأولان هو ندوس فوق جمل ويطلع والتفاح. من التفاح أهم شيء التفاح. فهاي كانت الحلقة شباب، فلا تنسون تسوون لايك فيفرت سبسكرايب. كان وياكم راشد لاعب العربي ومحمد، وعيدكم مبارك. عيدكم مبارك ويلا مع السلامة شباب. مع السلامة.